نقابة المحامين تعقد جمعية عمومية لزيادة المعاشات في 20 ديسمبر. مجلس نقابة المحامين يوافق بالإجماع على مدونة السلوك المهني. مجلس نقابة المحامين يوافق على تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة لمراجعة الصياغة اللغوية لمدونة السلوك المهني. لمناقشة جدول الأعمال، مجلس نقابة المحامين يعقد اجتماعاً يوم الثلاثاء المقبل. نقيب المحامين يلتقي عدداً من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد يوم الاثنين المقبل. معهد محاماة القاهرة الكبرى ينفي وجود جروبات له على وسائل التواصل الاجتماعية أو طرح ملازم خاصة به. لجنة المعاشات تنتهي من فحص ومراجعة 71 ملفاً. المركز الإعلامي يصدر العدد 11 من مجلة المحاماة الإلكترونية.